السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجنا طفولة ناجحة. ازيك يا ناجح؟ اهلا بك يا ليلي، اهلا بكل اصحابي في حلقة جديدة من برنامج طفولة ناجحة. ويا ترى النهاردة في حلقتنا هنتكلم عن ايه؟ حلقتنا النهاردة مميزة من نوعها ومهمة جدا. شوقتنا يا ناجح، يا ترى مين ابطال حلقتنا النهاردة؟ الجديد في حلقتنا ان مش بطل واحد هنتكلم عنهم في الحلقة، هما اتنين. اتنين؟ طب وهم مين وسنهم قد ايه؟ ابطالنا النهاردة هم حافظين كتاب الله القرآن الكريم في سن صغير، وكل واحد فيهم على مدار السنوات الأخيرة حصل على لقب أصغر حافظ للقرآن الكريم. ما شاء الله، ده القرآن الكريم أحلى حاجة في الكون. ده كتاب الله وكلنا لازم نحفظه. وتعرف اللي أنا حافظ 5 أجزاء من القرآن الكريم؟ برافو يا ناجح. طيب مش هتكلمنا بقى عن أبطال حلقتنا النهاردة؟ هما طفلين من الجزائر، أكبرهم سنا هو عبد الرحمن فارح وأصغرهم سنا يحيى. طب ادينا نبذة كده عن عبد الرحمن. أول بطل هو عبد الرحمن فارح، حصل على لقب أصغر طفل حافظ للقرآن الكريم لما كان عمره 9 سنوات. تعرفي إن حصل على اللقب ده في حفل نظمته الهيئة العالمية لحفظ القرآن، حضره الأمير خالد الفيصل بجدة في المملكة العربية السعودية. تعرفي كمان إن الطفل عبد الرحمن فارح تأخر في النطق لغاية ما تم السنتين، وشاء الله أن تكون أول كلماته أن ينطقها هي آيات من القرآن الكريم. ياه، ده طفل موهوب فعلا، ما شاء الله عليه، ربنا يحفظه. عايز أقول لكم يا أصدقائي، عبد الرحمن دلوقتي بقى خطيب، يعني بيقول خطب في المساجد والبرامج. أصبح من أشهر الأطفال على مستوى الوطن العربي بسبب حفظه للقرآن الكريم في سن الصغير. وهو اليوم بيتلو القرآن بكل طلاقة من غير صعوبات، وبيحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. طفولة 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 ناجحة. وطبعا ده مثال لكل أصحابنا الصغيرين عشان يحفظوا القرآن كامل وهم في سنهم الصغير. طبعا يا ليلي، حفظ القرآن الكريم شيء أساسي في حياتنا، وكلنا لازم نحفظ كتاب الله علشان ربنا يرضى عنا ويدخلنا جنته يا رب. يا رب. كلمنا شوية عن بطلنا يحيى، احنا سمعنا كتير قوي عن عبد الرحمن، دلوقتي عايزين نسمع عن يحيى. الطفل المعجزة يحيى حافظ القرآن وعمره لم يتعدى 2 سنين من دولة الجزائر. ياه، 2 سنين؟ ده كان طفل رضيع وقتها. ايوه يا ليلي، كان طفل رضيع، واتفاجئت مامته ان بيقرأ القرآن بشكل جيد ولوحده كمان. واول ما بدأ قرأ من سورة البقرة الى سورة الناس. ما شاء الله عليه يا ناجح، ده اكيد ابهر مامته وعيلته كلها. طبعا يا ليلي، واتفاجئ انه حفظ القرآن كله. هنا بدأ يحيى يتعرف وحصل على لقب الطفل المعجزة اصغر حافظ للقرآن، وبعد كده اتكلمت عنه التلفزيونات والانترنت وكل الناس عرفته. يا رب يا رب كل الاطفال تبقى زي يحيى وعبد الرحمن. ده غير انه حفظ فهرس القرآن كله وبيكمل الايات لوحده وهو ما بيعرفش الحروف، ربنا يحفظه. وكمان بدأ يحفظ عدد من الأحاديث الشريفة للرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت كلنا نبقى زي يحيى وعبد الرحمن ونختم القرآن إن شاء الله، وأنا أول واحدة هبدأ فيكم. وأنا كمان يا ليلي. بجد شكرا جدا يا ناجح، النهارده في حلقتنا المميزه دي عرفنا حاجات كتير جديده ومفيده وهنتعلم منها ان شاء الله. العفو يا ليلي، يا رب اكون قدرت افككم النهارده. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. استنونا في يوم جديد، في حلقه جديده وبموهبه جديده ان شاء الله ببرنامج طفوله ناجحه. سلام. ليلي 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 ليل
طفولة طفولة ناجحة، طفولة 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 ناجحة. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال، لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.